Distinguished delegates, colleagues, أصحاب السعادة، الآن نفتح الاجتماع المشترك 11 لمؤتمر الأطراف، ومؤتمر الأطراف بوصفه اجتماعا للأطراف في بروتوكول كيوتو، ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماعا للأطراف في مؤتمر أو في اجتماع أطراف باريس. أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، على مدى أسبوعين شرم الشيخ حظيت بالشرف احتضانكم إلى جانب آلاف من المشاركين جاءوا إلينا من مختلف بقاع العالم، رؤساء الدول والحكومات، أعضاء الوفود، ممثلون للمجتمع المدني والشبيبة وغيرهم من الفاعلين الذين حضروا هنا بهدف واحد وحيد، ألا وهو الارتقاء بالاستجابة العالمية للتهديد الوجودي الأكبر في حياتنا اليوم، ألا وهو تغير المناخ. إن العمل الذي تمكنا من إنجازه على مدى الأسبوعين الماضيين والنتائج التي وصلنا إليها ما هي إلا شهادة على إرادتنا الجماعية. نحن كأسرة للأمم قد صدحنا بصوتنا برسالة واضحة ترن عبر العالم، بأن هنا في هذه القاعة قد شهدنا أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم واختلاف الرؤى والطموح وكذلك مستويات التخوف والشواغل، فقد بقينا ملتزمين بمعركتنا ضد تغير المناخ بفعل الدبلوماسية متعددة الأطراف. وهناك من قال من المشككين والمتشائمين الذين قالوا أن الإرادة قد تنقصنا على مستوى جدول الأعمال العالمي، فإننا تمكنا من الارتقاء بجهودنا وبمسؤولياتنا من أجل الاستجابة للتوقعات العالمية من حيث اتخاذ القرار السياسي.